سلام، صباح النور، صباح الخير. كيف صبحتوا ولا بس عليكم؟ اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انا جيت في هاد الحومه سلطانه، مت خلي الطنوبره ديالي في هاد الباركينغ بحال اللي قلت لكم دائما، حيت باغيه نمشي لايمينوني، وايمينوني تما كتحاس بزاف. ولا ما كان شي اوتو بارك خاوي، ما عرفتش واش من دوره خلينا نعمل عاود. المهم هذا نضمنا به السيخ شوية. أنا ديك الساعة نمشينا سوبر سوبر ترامبية ونمشي لإيمينوني، حيت شغل تماك عندي. وإن شاء الله انتماك معايا اليوم نهار السبت. اليوم نهار السبت، نهار اللي تيني ماشي بحالي. إيوا هذا مكان سين شفت تسبيح أختي بحالي قلتكم، كنت ماشي البارح ما دركتش. المهم كنخرج مع الطلا من الدار، واش اللي كاين اليوم؟ اليوم القايله جي باي شونس، ما عنديش لا شونس هاد الوقت هذا. اسطنبول ملي جيت له فيه الشتا بزاف، اليوم الطوبيس بزاف. شفت باقا التلفزيون هنايا، رمضان كامل التلفزيون مشيتكم. اوكي توريست هادي عامل ديف، هادي عامل شعار. نظرية تما شاهدني اللي عنده، وانا ما عنديش مع السكاكار كلشي كيشاهد. ايوا كلشي مطلق فروماج. Buyurun, 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 buyurun. Abi artık ekonomi kötü bak, 10 lira vermiş. Var mı? Var. Hoş geldiniz. Buyurun, 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 buyurun.
لابي بينا لاب لابي بينا لابي بينا هذا سبارتوني نسيت ما صورتكم شي كنت تصبح في المجازة ديال التصبيح ما صورت والو كنت مشغول على اختي كتقول لي تمنى هو المهم نحط لكم الفيديو ديال التصبيح وصافي ماشي الفيديو صويرة انا قلوبة شنو يا اخوان هزيت الكوردون ديال التليفون هنايا هزيت التصبيح ديال الهدية ديال نهار الحنة الهدية كيقولو له كيقولو لها ودابا نشوف دابا نمشي للسوبر الطرام الطرام نمشي نطلع حتى للسلطانة السلطانة بغيت نمشي نعمل هادشي في الطونوبيرة ومنين نعمل هادشي في الطونوبيرة عاود نشوف نصلي وتحدى الوقت باقي ما باقي فيه شي حاجة كبيرة نلطو المهم عندي واحد حاجة ديال التمرة معايا باش نقضي حاجة تمر وزفية باش نفطر نصلي ونتعشى ونخرج قدام قدام سلطانة اللي كاين عندك التاجي تما باش نعاودو ساعة وعاود نمشي صافي هيا صافي الشميشة اليوم غزالة تما شاف حالي عاد خرجت عاد خرجت جيت شوف الشمس واش بارت الضبابة والغمة حتى هنايا وقال لي راجلي ما ابارتيغ ديال اليوم واش يبقى يعمل لهنايا يبقى يكون الوقت مزيون كتحرك شد هاد البوم فوالا الطنوبيرة كتحرك هيدا موتور شاعل على الشارج قلتكم شميشة خرجت اليوم غزالة الواحد كيكون فيها واخا ما كيكون شي فيها لينيرجي كتخرج فيه لينيرجي شويش ملي كتكون الشمس ايوا صافي شني تقديت تهلكت في صحتي واحد التربة فيه ماشي تربة واحد العطيش فيا نقولكم شي وصافي لا حس العون الناس اللي خدامين في شي حاجه صعيبه زعما برافو انا كنت خدامه نهار كامل في الضفرين ما كنتش كنحس برمضان كنتش كنحس بالصيام ماشي برمضان ما كنتش كنحس بالصيام راه مره كنتي كتقرفصني هايده كتعمل لي وكتمشي في حاله لحق واحد ما كيكونش خدام وشغله ما كيدوزش كيف كيوقع علينا عشان نوريكم شنو شريت قبل ما يكون شي عادي بدانا ونوريكم شي بحال مثلا عمري ما كنكمل على الفيديو بغيت نقول لكم شريت هاد جوج ديال هادو باش نعطيهم كادو لاختي اللي عندها العرس المهم ماشي كادو ديالي هذا غير زيادة هادو مشيت من الحانوت نوريكم هادو ديال التليفونات بحال اللي قلت لكم ديك المره خصني نبقى نبيع ونشري فيهم ونصيفط للمغرب ها كيفاش كيجي كيفاش كيجي هيدا تقدر تعملو هيدا حيت في العراسات كتبغي تصور راسك وكتبغي تصور وداكشي
مره مره التليفون ديالك ما كي كيديرونجيك. المهم عملوا هيدا هو انت لك عندك السلسله ديال التليفون غزال. ضل حضور فيها هادي فيها هادي هادي ما كتشبر شي تصاوب. انا شريت في هذا اللون هذا اللون هذا اللون هاتهم طوالين والاخرين شويه قصارين ماشي قصارين مره بالحق هذا طويل تقدر تحملو على الجنب. ولا ما مشيتي غاستوغو ولا مشيتي مهم شي موطع ويكون عندك التليفون ديالك يكون باين ويكون فهمتي كيكون بعدا. انا باش نقول لكم علاش عجبتني هذه القضيه حيت انا ما عنديش العقل ما عنديش مره كنزل التليفون نقدر ننساه ويقدر بنادم ما يكونش يعاود نية ديالو مزيانه يقدر شي واحد يقدر يسرقكم. وفي هذه القضيه هذه انا فيما كنخرج انا عندي واحد ماشي عندي واحد كل نهار على هذا الشكل تو كيتقصر كيتقصر وكيطوال تو كيتقصر وكيطوال شمني ما عملتلو كنبغي نفيلمي كنطولو كنبغي نهضر كنطولو ملي كان ما عندي ما نقيبه كنقصرو كيجيني حسن هنايا. هذا لا هذا ما كيتقصر ما كيوالو هذا غير الزواق باش ملي كتخرج يجي معوض التليفون معوض. كاينين حتى ديال المناظر بالحق ماشي غلاطين بحال هكا بحال هكا بحال هكدا خفافين ما هزيتهمش ما عرفتش شحال ماش نهز شحال ماش نشري كيجيو مزيان. نعاود خايلو هذا فان فينو ومناظر هضرت عاود انا المناظر ما كنشريهمش على هاد القضيه فين ماش ننزلهم وكننزلهم وكننساهم. هاد القضيه بعدا ديال السلسله كترتاح عارفه راسك. انا باغ اكزومبل انا كنتغدى هيدا التليفون ديالي دائما في يدي ما قدرش ننزلو في الصاك وعاود نخرج من الصاك وننزل في الصاك الصاك عاود فيه الفلوس فيه الكواغط عاود خرج عاود دخل. المهم هيداك اللي كنتلفو الحاجه كنعلقو كنسالي منه كنطلقو كيبقى لي معلق فيا وزعما صحاحين هادو ما ماشي صحاح صح صحيح بصح ما يقدرش يخرج لك وما تحسش بيه ولا يقدرش يخرج مره حيت صحاحين فهمتوا يقدرش يتقطع لك. هذا كيتدخل في وسط التليفون كيمشي في اي تليفون كيمشي هذا اي تليفون كتدخل. الحمد لله يا ربي الحمد لله حيت فاتيكي شي طلعت في التراب اوغوزمون كنعرف هاد القضيه ديال التراب واخا شويه تقال سي با غاف ترامبيه ماشي بعيده على هاد الباركينغ. ايوا هذا ما كان اليوم ما باقي لي والو والله الا نهار مزيان اش نخلي هنايا الوقت ونمشي شي وقت اخر دابا. وي بلاتي وهادو ما نوريكم لوانات اخرين في الكحال في الدوغي ارجنتي في البلو في الغوز الحمار انتما شفتو مي افور هذا ملتي كولور جولد جولد هو هذا جولد. فوالا كاملين عندهم ديك هذا التليفون. ودابا نوريكم شنو شريت لاختي سيدا شوف فين ما كان شي بلو انا عندي البلو ديال الزرق باغي بحال قلت لكم التسبيح ما جبرتش التسبيح خضار نرجل بدات هذا كيجي مزيون دابا غير البلاستيك ما كيبانش شي صافي الحنة ديال العيلة عندها ها مادين تشاينا سماخ كي دوسيون كيجيبوها من تشينو
ما كيعملش هادشي هوين كيعملو كلشي. هذا اللي عملتنا مجد عملنا مجد عطيها مجد عطيها في الحنة في العشية ديال الحنة مجد عطيها لنا الناس. ايوا مشكلة هادي فوالا فوالا كمسة شنو هاد التصبيح هذا بالحق ما فيه شي ما فيه شي شوي شوي ديال باش تبقى تعملو هيدا قولو له تصبيح عا شحال فيه واش فغيمون فيه 33 ولا شي حاجة هيداك هادا رخيص مرة خلاها ليه بسبعين سنتيم ديال الأورو عاش حكا تجيب دالي مهم كاينين من دابا نوريكم نحطكم الفوتو تصور لي شفت انا مش تعطيهم هيدا في الصينية واحد يهز ديالو مزينين غزلة حمقو وهذا ما كان جبرنا خضر نرجل بالحق كان ما بقاش الخدمه الخضر بقى واحد حتى 8 د البياسات ومهم بدلت فكريه دوما جيجو بجوج بيهم خضر مزيان جبرنا البوردو البوردو اللي كيكون مكتب هو هذا صافي باش نرتاح شويه دابا في الطونوبيره صفرت باش نرتاح شويه في الطونوبيره نمشي نصلي قبل ما دينا المغرب باش نصلي انا خرج كنخرج مورا الظهر وما كندريك عاود نعمل ماشي بزاف الحاجات كنخرج كنصلي الظهر في الدار باش ما كنبقاش ندور على جوامع وعلى حاشاكم الطواليت وفين يتوضا فين بنادم ومورا الظهر باش كان عندي الوقت بين الظهر والعصر نمشي نعمل تقدا ونمشي نشوف دبر شي جامع دبر شي جامع نشوف شي جامع ونصلي فيها منين نصلي فيها ايوا ديك ساعة كنمشي حتى نعاود نرتاح طور شويش ونمشي نصلي دابا العصر ومن بعد المغرب مورا المغرب باش انا تعلمت نعاط فواحد التمره ملي يقول الله اكبر ملي يتأذن نعاط في التمره نمشي نتجمع نصلي معاهم ديك الساعه كل واحد كيمشي يفطر معوض ومن المغرب للعشاء كتفطر ومني قبل ما يجي العشاء كتجي للجامع كتصلي العشاء والتراويح صافي حنايا في مكه ما كانش هذا كان دائما تراويح مورا المغرب مورا العشاء وقالت لي ماما حتى في الفجر كانوا كيعملوا التراويح دايما يسا فوالا هادشي اللي كاين واحد جوج ديال بورتوكلين العواول وصافي عندهم دابا عندهم فاتح زعما بالحق اللي عندك عندك تطيح تهرس دابا تهرس علينا بقاو شي العواول كيكبين وهذا ما كان 13 دقائق دابا هضرت معاهم دغيا معاكم ما علينا بون بريف ا بلو تار علي ا بلو تار السلام عليكم فوالا باش نخلي الطونوبيرا عملت الحوايج تماك هزيت العبايه والفولوره احنا ماشي شتو هادي اللي قلت لكم حيت كنت خوفانه واحد العام كانوا كيقولوا لي يخطفوا التليفون في المغرب المهم فين ما كان كيخطفوا التليفون حبيت مشى المغرب ديك العام هذا وعليها عليها دبرت في هذا كيخطفوا ما كيخطفوا ما كيخطفوا حتى دبرت في هذا واش مرت وانتم معايا واش نسخف النهار صليت عند ايا صوفيا ودابا باش نصلي في سلطان عامد شحال الناس اليوم من بعد
تبعت الشهيد وحده واش نسمي هذا حد مصر تركيا هذا مكان رسول الله حد هاد الناس هادو ملي كاملين هنايا كيتسناو الوقت ديال الفطار الفطور باش يقطع الفطور باش يتغدى ويلي باش يتغدى باش يفطروا عاملين بيكنيك شتو الناس كاملين في لي بون عندهم حد بلاستيكه باش يفطروا بالحق يفطروا ما نعرف انا مش باش نصلي عاد نفطر اولا قدرت تفطر من بعد مشيت تصلي بالحق عرفتو نفطر بالكرشي عامره وخاويه مشي بحال بحال ما علينا كنهار في الاول ديال رمضان كان تحت هنايا دابا عاد كيجيو الناس وقت الاغلب ولا نهار السبت اليوم انا باش نمشي اليوم للسلطانات الحجاب ديالي باقي 5 دقائق الناس كيتصوروا حتى هنايا الناس جالسين كيتسناو بالباكيطة ديال البلاستيك يقف في يدهم باش واقيلا يفطروا يقطعوا الصيام هنا من بعد يصليو دي لاكور نشرب شي حسن فريلا شتو فتحونا ننسى هاد لابارتي هادي هاد لابارتي هادي ما كانتش هاد لابارتي هادي ننسى ما كانوش تماك دابا عاد فتحوها لا شعلة عظامة مانيفيك احسن من رافاين نسى حتى هما كنشوفو حتى حاجة كيعدلوا فيها هاد القنت انا كنت كنجي من الباركينغ كنت كنجي من هنايا نخرج هيدا كنجي من الباركينغ فين مستاسيونا في الباركينغ ديال الجامع كنخرج هيدا كنجي هيدا كنخرج على ايا صوفيا دابا هادي شدوها فوالا فهمت لهم السيستم صلي وفي الاخر يعطيني كتخرج كيعطيوك شوربة شويش ديال الماء في الداخلة تمرة في الداخلة انا ما نشربش الماء حسن باش من كاين شي كنشرب بزاف ديال الماء باش يبدا دمع على وضو
Emre abisi çıktı içeriden, tamam. عرفتو ملي خرجت الويكاند الاولاني هنايا ما عرفتش واش كان ويكاند واش كان فوسط السيمانه ولا ما كان حد هنايا. خوت خرجت من الجامع ما كان حتى واحد. واحد الكوب شفتو كي شفتو واحد الكوب كان كيفطر في لابيلوز. دابا شوف شحال الناس غير هما. الدنيا خرجت تفطر برا. وقيلا نهار مزيون كان اليوم. داك النهار الاولاني كان الشتا. عرفت شحال د الناس. كلشي كيفطر برا. هذا هو هذا الجو هذا اللي كيحمقني. هذا الجو هذا اللي كان كيعجبني نعمل بكنيك. عجبني ناكل برا. كيعجبني ناكل في الدار حتى الماكلة د الدار مزيان. الماكلة د الدار عملنا في بيكنيك وعملنا في الصاك وخرج بيها وكل هنايا بحال اللي كيعملوا كلشي. هذا الجو هذا هو اللي كنت كنفتش عليه. النهار اللي ماش نمشي عاد ماش نجبر. شوف شحال د الناس. شوف شوف شحال د الناس. كلشي خرج بالعائلة. كلشي خارج. قهوة. أنا قهوة ما كندورش بها في رمضان. كنخاف ديجا ما كنعسش مزيان. كنخاف تزيد ما تنعسني شي مرة حتى الصباح. عاملين ديك شفتي بيغواغ. عاملين ديك شفتي الترمو كيهزو الزبل ديالو. لا هنايا كيكونو منظفين اللي كيكون اللي كيعمل هايدا. واو الدنيا كحلة. والله الدنيا كحلة. كحلة الناس. فين انا والتمرة ديالي ستيتوا بالفاكية. ايوا نهار اللي نكون ساكنة هنايا عاود سايرة نعمل هايدا. انا دابا بحال اللي مسخرة. جيت مسخرة بزاف. الدنيا كحلة. الله كاين حتى شي قنت لي حتى هنايا قدام الشجرة وقفوا الناس هاكا. زلا يعاود كتعطي شوربة هنايا. هنايا كتعطيها برا. وفي الجامعة الأخرى كتعطيها مي كتصلي وكتخرج قبل ما تعمل الصبة ديالك كيعطيوك واحد الشوربة. هنايا برا كيعطيوها الناس اللي كيصليو مكيصليو شي. المهم كيعملو صدقة وكيجمعو فلوس. شوفو المهم انا جعوال ونمشي ناكل باش نعرف راسي كليت وصافي. نوريكم واحد كفتاجي مشهور هنايا. واحد اللي كيعمل غير كفته. كفتاجي هو واحد اللي كيعمل غير كفته. زعما الخضاي ديالو كفتاجي. القزار هو كيعمل غير اللحم. وكاين واحد الناس لا لا شحال ديال الناس كنشوفهم. بابا جيسبيغ كيف صافا. هنايا مكتوبة في آية صوفيا لا إله إلا الله. وكملوا الجملة مع هاد محمد رسول الله. بداو تماك وكملوا في هادي. هي قلت لكم ملي كتدن وحدة كدن وحدة كتجاوب عليها. كيأذنوا شي مرة. زعما كيقولوا شي لا ميم شوز. واحد كتأذن وحدة أخرى كتجاوب عليها. سي بو ملي كتكون هاويه وقيله الفيله. واحد الفيله ما نقدرش نقول لكم امبوسيبل. وقيله باش نتعشى تماك. الفيله برا حتى شوفو اخر حيت عندو جوج ديال الغيستورون هنايا. كيف تجيسي؟
الجهه الاخرى. الجهه الاخرى عامره مزيان شبكه مجرفه. كنحمل شي فيله. هو اخر Thank you.